مباشرة إلى بشير. بشير، اطلعنا على ما سمعت ابتداء عما يدور داخل معبر رفح البري من جانبه الفلسطيني، وهذه الحركة المكثفة الدؤوبة التي بدأت ليلا بإطلاق الظوارق الحربية الإسرائيلية النار في اتجاه الغرب من قطاع غزة، تحديدا المنطقة الجنوبية. تحية لك تامر. يعني ما يحدث في مدينة رفح تحديدا هو تصاعد لوتيرة القصف الإسرائيلي بحق هذه المدينة. لعلك تستمع إلى أصوات الانفجارات التي تحدث في مدينة رفح والناجمة عن القصف المدفعي المكثف باتجاه وسط وغرب هذه المدينة، حيث تنهال العشرات من القذائف باتجاه تلك الأماكن، محدثة أضرارا جسيمة في الأماكن المقصفة والمدمرة. هذا بالإضافة إلى القصف العنيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه منطقة حي تل السلطان والحي السعودي إلى الغرب من مدينة رفح، بالإضافة إلى النيران المكثفة من الرشاشات الثقيلة المنصوبة على تلك الآليات، والتي يعني تقوم بإطلاق نيرانها باتجاه المنازل والمباني وكل ما يتحرك بداخل مدينة رفح. هذا يأتي بالمشاركة مع الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تقوم بمهمة إطلاق نيرانها باتجاه الشريط الساحلي لمدينة رفح، وهو المكان المكتظ بالنازحين الفلسطينيين. رفح لا زالت تتعرض أيضا وتحديدا منطقة الشابورة إلى قصف عنيف من المدفعية ومن الطائرات الحربية الإسرائيلية التي دمرت تلك المنطقة بشكل واسع وعنيف، وقامت كذلك بحرق عدد كبير من المنازل في داخل منطقة الشابورة. وبالتالي نحن نتحدث عن كل أحياء مدينة رفح لا زالت تحت هذا العدوان وتحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، سواء من الطائرات الحربية أو من الزوارق أو من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في الشرق من قطاع غزة. أيضا نتحدث عن مدينة غزة والتي تشهد وتيرة متصاعدة من القصف الإسرائيلي منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من المنازل في حي الشجاعية وحي الزيتون، وكذلك مقرا يعود لبلدية غزة في القرب من ملعب اليرموك في وسط مدينة غزة. هذا القصف أودى بحياة 15 شهيدا فلسطينيا على الأقل وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. هذا القصف يأتي إلى جانب قصف مستمر من الآليات العسكرية الإسرائيلية باتجاه المنطقة الشمالية للمحافظة الوسطى، بالإضافة كذلك إلى القصف المدفعي الكثيف والمعنف باتجاه الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات حيث منطقة مدينة الزهراء، حيث تقوم تلك المدفعية الإسرائيلية بدك المباني والمنازل والأراضي الزراعية في تلك المنطقة وتدميرها بشكل كامل. الواضح بأن إسرائيل تقوم بتوسيع عملياتها بما يشمل كل أحياء قطاع غزة وبمختلف أنواع الأسلحة، سواء التي تلقيها الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك المدفعية والزوارق الحربية التي تجوب قبالة شواطئ قطاع غزة. تامر.